لم يكن الرئيس الفرنسي ينهي زيارته للمغرب وما رافقها من تغطية إعلامية حتى ضجت وسائل الأوساط الحقوقية أو ضجت الأوساط الحقوقية باعتقال الناشط المغربي في مجال حقوق الإنسان فؤاد المومني، أحد أبرز وجوه المعارضة السياسية والحقوقيين في البلاد. ناشطون ومنظمات حقوقية أطلقوا بالمغرب حملة للتضامن مع فؤاد. يا فؤاد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. يا فؤاد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح. هذا جزء من شعارات نادوا بها مطالبين بإطلاق سراحه وغيره من المعارضين وحماية حرية التعبير. بحسب ما هو متداول بين الناشطين، فإن الاعتقال جاء بعد منشور منسوب لفؤاد على فيسبوك جاء فيه: الأزمة بين البلدين أعمق في تقديره من قضية باجاسوس. الدولة المغربية تريد إقناع المواطنين بأنها ناجحة، تريد كدليل على ذلك أنها قادرة على تمريغ القوة استعمارية ومتجبرة سابقا في الوحل. والكلام هنا لهذا المنشور: فرنسا التي ترى موقعها يتقهقر بين الدول لا ترضى الرضوخ لابتزاز دولة هزيلة تستعمل كافة أوراق الضغط المتاحة بما فيها المهاجرين وبما فيها المهاجرون واستعادة القاصرين واللا قانونيين منهم والمعلومة الأمنية والمصالح الاقتصادية وتعليق الاتفاقات، وطبعا التجسس الذي تعتبر فرنسا أنه أخطر ما فيه أن إسرائيل هي من تستغل معطياته. والكلام هنا فؤاد في هذا المنشور. هذا الكلام جاء تعليقا على منشور الصحفي المغربي حمزة محفوظ، ويشير فيه إلى التوتر الذي شاب العلاقات بين المغرب وفرنسا على خلفية قضية باجاسوس. وقد ففيها تتهم منظمات فرنسية الرباط باستخدام برنامج طورته شركة إسرائيلية للتجسس على ماكرون، بينما تنفي الرابط بالمسؤولية. طبعا حمزة اعتبر أيضا أو تنفي الرباط طبعا المسؤولية عن ذلك. حمزة اعتبر أيضا أن اعتقال فؤاد جاء بسبب مشاركته المنشور، وطالب العاهل المغربي بالاستماع إلى المعارضين أمثال ناصر الزفزافي وعمر راضي بدلا من اعتقالهم. حزين لاعتقال صديقي فؤاد اللي لم يفعل شيئا سوى أنه عبر عن رأيه وأنه شارك رأيي أصلا، وكان طالبوا بالحرية الفؤاد وكان أكدوا أن حرية الرأي من باب أولى أن تستمع للمغاربة بدلا أن تأخذهم السجن، وخاصة الناس بحال فؤاد بحال ناصر زفزافي بحال هادو. السيد ناصر زفزافي يستقبله جلالة الملك محمد السادس، السيد فؤاد عبد المؤمني، السيد عمر راضي، ويجلسوا ويصوبوا العشاء ويسمع ليهم. رسميا المشاهدين، جاء في بيان ممثل النيابة العامة أن اعتقال فؤاد المومني جاء بناء على أمر فتح بحث قضائي من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لا سيما التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة. الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين اعتبرت أن اعتقال فؤاد يأتي في سياق ما أسمته محاولات الانتقام من مواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه بعض من تصريحات الناشطين في دعمهم لقضية فؤاد. تضامن مع رفيق فؤاد عبد المومني، وكذلك من أجل دعمه ومحاصرته، ومن أجل إدانة هذا السلوك وهذه الممارسة اللي ما زالت الدولة مصرة على نهجها، وهي إخراج كل أصوات الحرة. فؤاد عبد المومني تم اعتقاله بأنه مناضل يسمي الأسماء أشياء بمسمياتها.